بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص رياضيات الثانوية العامة الفصل الأول المملكة الأردنية الهاشمية، سؤال آخر حول فكرة الاتصال. عندي هذا الرسم، يقول لي ابحث في الاتصال من خلال الرسم. هذا من الأسئلة الكثيرة ما تطرح في الامتحان الثانوية العامة. قال لي عن سالب 8، لاحظ أنا عندي سالب 8 هنا، سأحاول أن أأتي بداية في النهاية، نهاية سين تقترب من سالب 8 من اليسار، قاف السين كم ستساوي؟ دعونا نأتي بداية من اليسار من هنا، كلما اقتربنا لاحظ كلما اقتربنا نلاحظ أننا من ماذا نقترب؟ نقترب من السالب 6، إذن هي تساوي سالب 6. طيب لو أردنا أن نأتيها الآن من الاتجاه الآخر من اليمين، كلما هبطنا بهذا الإطار بهذا الشكل نجد أيضا أن نهاية سين تقترب من سالب 8 من اليمين، قاف السين تساوي أيضا سالب 6. طيب إذن نهاية، إذا نقول نهاية، دعنا نقول أن نهاية سين تقترب من سالب 8 تساوي سالب 6. لكن حتى أعمل أو أؤكد فكرة الاتصال، أقول أن قاف السين، دعونا هنا، أنا أقول أن قاف السين، قاف السين هي التي كانت قاف سالب 8، أو قاف السين هل تساوي سالب 6؟ يعني نحن أسقطنا يعني بهذا الإطار، لو نحن أسقطنا بهذا الإطار قاف السين ماذا تساوي قاف السين هنا؟ دعونا أن أعتذر، أنا أخذ بهذا، نحن نلاحظ أن قاف السين في هذا الإطار تساوي ماذا؟ تساوي سالب 3، لا تساوي يعني القيمة معرفة، يعني لو إحنا أردنا نأخذها باللون الأبيض هنا القيمة معرفة عند سالب 3، عند قاف السين تساوي قاف السالب 8، هنا كان مقصود فيها تساوي سالب 3. إذن بعد أن أجد النهاية من اليمين وأجد النهاية من اليسار، لا بد لي أيضا عند التعويض، عند تعويض سالب 8 يعطيني، لكن سالب 8 يوجد عندي تجويف هنا، التجويف يعني غير معرفة عليها، هي معرفة عند السالب 3. إذن نقول أن هنا لو أردنا أن نضعها نقول نهاية سين لا تساوي قاف السين، يعني نبحث عن فكرة الاتصال، إذا نقول أنه النهاية غير موجودة، غير مين، إذا نقول أنه يوجد عندي ماذا؟ نقطة عدم اتصال. إذا هذه الفكرة التي كانت موجودة هنا أنه وجود لي نقطة عدم اتصال. طيب لو أردت أن أسألك عزيزي المتعلم الآن، سأصغرش أكثر، لو أردت أن أسألك عن السالب 2 الآن، ندعونا نبحث عن اتصال سالب 2، كيف يمكن لنا أن نحل سالب 2 في الرسم؟ حاول عزيزي المتعلم أن توقف التسجيل وتحلها بمفردك، ثم تحاول أن تعطيني الإجابة. لاحظ سالب 2 لو أردنا أن ندرسها، لو أردنا أن نأتيها من اليمين بهذا الإطار، إذا نهاية سين تقترب من سالب 2 من اليسار، عفوا من اليسار تساوي ماذا؟ ستساوي 3. طيب نهاية سين تقترب من سالب 2 من اليمين، أردنا أن نأتيها من هنا، نلاحظ أنها على ماذا متصلة؟ متصلة على الإنفينيتي، أو إذا ما لا نهاية، إذا ما لها، إذا مباشرة بما أنه هذا الشرط، هذا الشرط الأول موجود، هذا الشرط أو عدم وجود هذا الشرط معناته مباشرة نقول أنه النهاية غير موجودة،
إذا يرتب علينا هذا أنه يوجد عندي عند سالب 2 نقطة عدم اتصال. نفس الكلام لو أردنا أن ندرس اتصال الستة، وعندي هاي الستة هنا، فنأخذ بهذا الإطار نقول أنه نهاية سين تقترب من الستة من اليسار. أتيناها من هذا الاتجاه، نلاحظ أنها على ماذا؟ على ماذا متصلة؟ متصلة على اثنين. لو أردنا أن نأتيها من اليمين، نلاحظ أنها تتصل دائما مع الخمسة. إذا نهاية سين تقترب من الستة من اليمين تساوي خمسة. إذا أيضا هذا الشرط الأول غير متوفر مباشرة، نقول أن النهاية غير موجودة، لا داعي لأن ندرسها، يعني لا داعي أن نكمل، فنقول أنه يوجد عندنا نقطة عدم اتصال في هذا الرسم. هذا جواب مباشر. أيضا في هذا التسجيل أحبتي، أحببت أن نحل أنا وأنتم أسئلة أكثر على فكرة الاتصال. أعتقد قد أحل مثالا آخر عليها ونمضي في الدرس أنا مرة أخرى، وأكد على أني أنا لن ألتزم بالأسلوب أو بالنسق الذي طرحه كتاب الوزارة، سألتزم بالدرس، الدرس نفسه سأدرسه، لكن أنا أعتقد أو أنا في تصور هناك نسق معين يجعل المادة تبدو أسهل على الطلاب، ربط الاتصال بالنهايات. أرجو أن يكون التسجيل قد أفادكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.